السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الأحوال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. أرى الآن كاين تساقطات مطرية ماشي ثلجية، الجو معتدل، راه 5 درجات اليوم. مرانيش مستعمل الهاتف ولكن استعملت واحد الكاميرا كانو، راه طبيعة الحال هادي كنت تصوير ما عرفتش علاش يكون ناقص، لأنه ما كايناش الشمس ومازال ما عرفتش كيفاش الاستعمال ديالها، يعني باش نضبط الأمور. نتمنى يعني نتعلم مزيان نستعمل الكاميرا كانو، لأنها واحد النوعية اللي جد جيدة. وما كما كتلاحظوا راه كاينه الامطار حتى اتمنى للجميع يوما سعيدا. تحياتي، مع السلامه.